ارحب معي بالسيد مدحت الفوال صاحب ام استوديو، ملحن وموزع موسيقي واخصائي علاج بالموسيقى. بدايه اسعد الله اوقاتك استاذ. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. اهلا وسهلا، شرفتوني. لم نبتعد قليلا عن الالقاب ونعرف الساده المشاهدين من هو السيد مدحت. كما تفضلت، مدحت الفوال اخصائي علاج بالموسيقى وموسيقي محترف، موزع وملحن موسيقي. نعم، تشرفنا فيك استاذ. اهلا بك. لو تعرف الساده المشاهدين اكثر ببدايه حياتك العلميه والعمليه. بدايه حياتي، انا درست تربيه موسيقيه جامعة اسكندرية، تبع جامعة اسكندرية. كنت في مصر، وبدايتي في الموسيقى كانت من قبل كده بمرحلة طويلة. يعني أنا بدأت موسيقى أنا تقريبا في سادس ابتدائي، مرحلة ابتدائية. نعم، وكنت بدأت أعزف، بتدرب على آلة الكمان، وبعد كده بدأت دخلت على الجيتار، وبعد كده بدأت الهواية تحولت لدراسة، والدراسة تحولت لحياة عملية كاملة. نعم. بدايتك في دولة الإمارات. نعم، بدايتي في دولة الإمارات بدأت من حوالي 16 سنة. بدأت كمدرس موسيقى. نعم، تمام. وانتقلت من أكثر من مكان. انتهيت من دو حوالي 12 سنة أخصائي علاج بالموسيقى لأصحاب العلاقات الخاصة، اللي هم أصحاب الهمم. نعم. 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 لو تكلمنا أكثر عن الموسيقى بحد ذاتها. نعم. هل الموسيقى هي علاج فقط للروح، أم هي ترابط بين الأشخاص أكثر ما أنها هي موسيقى تجمع الناس؟ سؤالك جيد جدا في الحقيقة. هي الموسيقى في الحقيقة يعني علاج وجداني هايل لكل الناس، لكل البشر يعني. يعني حتى الله يعزك، الحيوانات في دراسة في هولندا للبقر، لما كانوا بيحطوا موسيقى كلاسيك للبقر، كان البقر بيدور حليب أكتر. ودي دراسة موجودة على فكرة، يعني ممكن تدور عليها على جوجل هتلاقي إن كلامي مظبوط. دي حاجة. الحاجة الثانية، العلاج بالموسيقى بدأ من فترة طويلة جدا، يعني من زمان جدا. بدأ في أمريكا، وكانت تاني دولة على مستوى العالم مصر كان ليها سبق في موضوع العلاج بالموسيقى. أنشأت مركز للعلاج بالموسيقى في مصر. جميل. تمام. حته انه ان احنا بنتعالج كلنا، بنمارس العلاج بالموسيقى في الحقيقه، بدون ما نقصد بنمارس العلاج بالموسيقى. ازاي يعني؟ انت في السياره الصبح لازم تسمع موسيقى معينه، لازم تسمع اغنيه معينه بتتفائل بيها، بتبتدي بيها يومك. نفس الشيء لما تكون في حزين بتعبر عن ده بان انت بتسمع موسيقى معينه، لما تكون فرحان بتسمع موسيقى ثانيه مختلفه، وهكذا. إضافة إلى ذلك أن الموسيقى هي ثقافة الشعوب، كل الشعوب بتعبر عن ثقافتها بالموسيقى. صحيح. لذلك تجد اختلافات في الموسيقى ما بين شعب وشعب وهكذا. صحيح. لو تكلمنا أكثر عن الألقاب اللي حصل عليها السيد مدحت، أكيد لك باع طويل في الموسيقى والمهنة هذه بشكل عام، مش بشكل خاص يعني. في الحقيقه الالقاب اللي حصلت عليها كان من يعني دايما بيلقبوني الناس اللي حواليا، زملائي، اصدقائي، حتى في العيله بيلقبوني كلمه فنان، يا فنان. فدي متهيالي اعتقد انه افضل لقب حصلت عليه. جميل جميل. لو تكلمنا اكثر عن الشهادات او عن الايفنتات اللي انت شاركت فيها في مسيره حياتك العمليه في الموسيقى. في الحقيقة في ايفنتات كتيرة، شاركت في ايفنتات كتيرة وشاركت في حفلات كتيرة. نعم. وانتجت، شاركت في يعني شاركت مثلا في اغنيتين كمغني، كمطرب، اغنيتين ناشدين وطنيين. نشيد الوطني لدولة الامارات ونشيد الوطني لدولة الكويت. نعم. شاركت فيهم، والعمل موجود على اليوتيوب. كان انتاج ضخم يعني، ده كبير، لانه كان مجموعه مطربين على مستوى العالم. جميل. من الصين ومن روسيا وانديا وعرب ومصري وهكذا. جميل. فكان لي الشرف ان انا شاركت في العمل ده كمغني. عن أنه يقع الاختيار على مواهب غير معروفة، غير صاعدة. نعم. كيف يقع الاختيار بالنسبة للسيد مدحت، الخبرة والباع الطويل في الموسيقى، كيف يتم اختيار الموهبة؟ في الحقيقة، تمام، معتز، تفضل.
في الحقيقه قبل ما اتكلم في حته كيف يتم اختيار الموهبه، بتكلم ليه انا بسلط الضوء على الموهبه. الموهبه دي بيبقى شخص عنده موهبه وعنده صوت جميل، بس مش لاقي الفرصه انه يعبر عنها، مش لاقي الفرصه انه يوصل صوته للجمهور. تمام. فانا بيبقى عندي شغل، بيبقى عندي مثلا ايفنتات اوبريت مثلا عايز اعمله، وبدور على الاصوات، فعندي اصوات كميه اصوات محدوده اللي انا اعرفهم، فبحاول اوسع دايره المعارف بانه ادور على اصوات جديده مختلفه. الاصوات دي هتضيف للعمل وفي نفس الوقت هيضيف للشخص نفسه العمل. جميل. تمام. حته اختيار الموهبه، ازاي بختار الموهبه؟ اختيار الموهبه عن طريق ان انا بسمع صوت الشخص ده، بسمعه من غير موسيقى تماما. نعم. وابتدي بشوف خامه صوته عامله ازاي. في اصوات كتيره حلوه، ولكن الاصوات المميزه مش كتير. انا دايما بعتبر ان كل صوت ليه شخصيه معينه. نعم. زي الشخصيات كده. نعم. حتى الاصوات ليها شخصيات مختلفه. هل الشكل مهم في عالم المرئيات، وهل هو الركيزه؟ اكيد، يعني هو الشكل طبعا في مع التكنولوجيا الحديثه والميديا اللي هي يعني منتشره، يعني الشكل اصبح مهم جدا، تقديم الشكل مهم جدا. بس في الحقيقه برضو بنرجع لنقطه معينه ثانيه، انه في كتير موهوبين وفنانين كبار شكلهم مش. نعم. مش قد كده، زي مثلا عندك الشاب خالد. الشاب خالد شكلا مش وسيم. صحيح. قصير واسمر وكذا، ومش وسيم، ومع ذلك مكسر الدنيا، مطرب عالمي. عارف ازاي؟ في نفس الوقت في مطربين سمعنا يعني سمعنا مقوله احنا موجوده يعني وموجوده في القمه طبعا، انه في اناس كثير اوصلهم الصيت وليس الصوت يعني. والله في تناقضا مع انا بعتبر انه حته الشهره دي رزق من ربنا سبحانه وتعالى. ف يعني كل واحد بيرزق على قد نيته، فانت عندك واحد بيرزق مش لسبب، بس هو ربنا، هي حكمه ربنا سبحانه وتعالى. فما عنديش تعليق على الموضوع اكثر. لكل انسان داعم في مسيره حياته. نعم. اليوم انت مين بتحب تشكر؟ في الحقيقه انا احب اشكر شخصين او مجموعتين من الناس، يعني اولا عائلتي. نعم. ومتمثله في زوجتي، ومتمثله في اهلي. دول اشكرك، دول دعموني بشكل كبير جدا. نعم. طوال مسيره حياتي. جميل. الفنيه لو سمحت لي القب نفسي بفنان. نعم. بالاضافه لفي شخص عزيز جدا على قلبي، هو الشاعر الكبير احمد ادري. نعم. الشاعر احمد ادري ده منذ حوالي 8 سنوات وانا بتعامل معاه. بنشيل له كل التحيه طبعا. طبعا بحييك استاذ احمد. استاذ احمد ادري انا لحد اللحظه دي ما شفتوش في الواقع. أوه. ما قابلته في الواقع، ولكن من 8 سنوات واحنا بنتعامل مع بعض بيكتب لي اشعار جميل. بيكتب لي اشعار كتير جدا، والاشعار الاغاني اللي ان شاء الله بتسمعوها. نعم. بتسمعوا مقاطع منها. نعم. ديت كلمات الاستاذ احمد ادري. جميل. هو شاعر جميل كبير، بس ما اقدرش اقول اكتر من انه صديق حقيقي وداعم حقيقي ليا. جميل. موهبتي او طريق النجاح حافل بالعقبات والسقوط. نعم. لكن قف بعد ذلك بقوه لتصل الى القمه. نعم. انت اكيد في عقبات واجهتك في حياتك، اي انسان واجهت عقبات في حياته، ما هي هذه العقبات وكيف استطعت ان تتخطاها؟ والله هي العقبه الوحيده، يعني انا بشكل عام في حياتي المهنيه ما بسمحش العقبات، بسبب انه عندي قناعه معينه انه اي مشكله ليها الف حل، بس نفكر فيها كويس. نعم. تمام. دي حاجه. الحاجه لو اقدر اقول على العقبه دي، انا مش شايف انها عقبه، بس لو احول على عقبه، انه حته انه عندي اعمال وبحس ان هي مش واخده حقها في الميديا، بحس ان هي مش واخده فرصتها انه توصل للناس، توصل للجمهور اكبر عدد من الجمهور. بس دي الفكره. نعم. جميل. طيب احنا راح نتجه لجانب وطن. نعم. اليوم نحن في دولة الإمارات ننعم بنعمة تسمى نعمة الأمن والأمان. نعم. نعم. إذا وجد الأمان وجد الاستقرار وجد الاستثمار. صحيح. إحنا من حقنا كمواطنين ووافدين على هذه الأرض الطيبة. نعم. أن نوصل رسالة شكر لحكامنا في دولة. طبعا طبعا طبعا. بطاقة الشكر للشيوخ. أكيد أكيد طبعا، يعني رسالة شكر من القلب لأصحاب السمو وحكام الإمارات. نعم. الشيخ خليفة، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد، وكل حكام الإمارات، يعني أشكركم من القلب على نعمة الأمن والإيمان، نعمة الأمان في البلد، نعمة أنه دولة الإمارات فتحت لنا قلوبها وفتحت لنا يعني ذراعيها لكل الوافدين. فعلا. ان احنا ننجح وان احنا ننجز وان احنا نتطور، ودعمتنا. وفي الحقيقة يعني
بلد الحريات. بلد في الحقيقة ما حسيتش بأي فرق ما بين وما بين أي مواطن هنا داخل أي مقيم أو مواطن داخل فعلا. مفيش فروقات فعلا. كل الناس تخضع للقانون وده سر أحد أسرار نجاح دولة الإمارات. جميل جدا نعم. إحنا سعيدين جدا بأن استضفنا برنامجنا، وإحنا من هذه الشاشة طبعا بنوصل رسالة حب واحترام وشكر لشيوخنا وحكامنا في دولة نعم. الإمارات نعم. شكرا لك وشكرا لدعمك. أشكرك أشكرك أشكركم جميعا.